بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وآله وسلم تسليما. اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاؤك في أوليائك الذين استخلصتهم لنفسك ودينك، إذ اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم الذي لا زوال له ولا اضمحلال بعد أن شرطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنيا وزخرفها وزبرجا، فشرتوا لك ذلك وعلمت منهم الوفاء به، فقبلتهم وقربتهم وقدمت لهم الذكر العليم والثناء الجليل، وأهبت عليهم ملائكتك وكرمتهم بوحيك ورفعتهم بإلمك وجعلتهم الذريعة إليك والوسيلة إلى رضوانك، فبعزنا أسكنت جنتك إلى أن أخرجت منها، وبعزنا عملت في فلكك ونجيت ومن آمن معه من الهلكة برحمتك، وبعزن اتخذته لنفسك خليلا، وسألك لسان صدق في الآخرين فأجبت، وجعلت ذلك عليا، وبعد كلمته من شجرة التكليما، فجعلت له من أخيه ردعا ووزيرا، وبعز أولدته من غير أب وآتيته البينا، وأيدته بروح القدس، وكل شرعت له شريعة ونهجت له من عجاء، وتخيرت له أوسيا مستحفزا بعد مستحفز من مدة إلى مدة إقامة لدينك وحجة على عبادك، ولعل يزول الحق عن مغر
ويغلب الباطن على أهله، ولا يقول أحد لولا أرسلت إلينا رسولا منذرا وأغمت لنا علما هاديا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. إله أنت أتيت بالأمر إلى حبيبك ونجيبك محمد صلى الله عليه وآله، فكان كما انتجبت سيد من خلقت وثبت من اصطفيت وافزل من اجتبيت واكرم من اعتمدت قدمته على أنبيائك وبعثته إلى الثقلين من عبادك وأوجهته مشارقك ومغاربك وسخرت له البراق وأرجت به إلى سمائك وأودعته علم ما كان وما يكون إلى انقضاء خلقك، ثم نصرته بالروح وحفظته بجبرائيل وميكائيل والمسومين من ملائكته، ووعدته أن تظهر دينه على الدين كله ولو كره المشركون، وذلك بعد أن بوعته مبوى صدق من أهله وجعلت له ولهم أول بيت وزع للناس للذي ببكة مبارك وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، وقلت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ثم جعلت أجر محمد صلواتك عليه وآله مودتهم في كتابك، فقلت قل لا أسألكم علي أجرا إلا المودة في القربى، فقلت ما سألتكم من أجر فهو لكم، وقلت ما أسألكم علي من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا.
فكانوا هم السبيل إليك والمسلك إلى رزوانك. فلما انقضت أيامه أقام وليه علي بن أبي طالب صلواتك عليهما وآلهما هاديا، إذ كان هو المنذر ولكل قوم لها. فقال والملأ أماما تجديد بيعت كن با مولاد، من كنت مولا فألي مولا، من كنت اللهم وال من والا وعاد من عادا وانصر من نصر واخذل من خذل. وقال من كنت على نبيه فعلي امير، وقال أنا وعلي من شجرة واحدة وسائر الناس من شجر شتى، وأهله ما أهل هارون من موسى. فقال له أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعد، وزوجه ابنته سيدة نساء العالم، وأهل له من مسجد ما أهل له، وسد الأبواب إلا بابا، ثم أوداه علمه وحكمته فقال أنا مدينة العلم وألي الباب، فمن أراد المدينة والحكمة فليأتها من باب. ثم قال أنت أخي ووسي ووارثي، لحمك من لحمي ودمك من دمي وسلمك سلمي وأربك أربي، والإيمان مخالط لحمك ودمك كما خالت لحمي ودمي، وأنت غدا على الحوز خليفتي، وأنت تغزي ديني وتنجز إداتي، وشيعتك على منابر من مبيزة وجوههم حولي في الجنة وهم جيراني. ولولا أنت يا علي لم يعرف المؤمنون بعدي، وكان بعده هدى من الزلال ونورا من الأمان، وحبل الله المتين وسراطه المستقيم،
لا يسبق بغرابة في رحم ولا بسابقة في دين ولا يلحق في منقبة من مناقب يحزو عزو الرسول صلى الله عليه وآله ويقاتل على التعبير ولا تأخذه في الله لومة لائم قد وترى فيه صناديد العرب وقتل أبطالهم وناوش زبالهم فأودع قلوبهم أحقادا بدرية وخيبرية وهنينية وغيرهم فزبد على عداوته وكبد على منابذته حتى قتل الناكسين والقاستين والمارقين ولما غزا لهبه وقتله أشقى الآخر يتبع أشقى الأولين لم يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وآله فالهادينا بعد الهادي از اینجا چند فراز ندبه که هنو دارن برات روزه میخونن فالهادی نبعد الهادی ولأمت و مسرت و لعلا مقتل مجتمعت و لعلا قطیعت رحمه و اقصاء ولدن الا الغليل ممن وفا لرعاية الحق فيهم فقتل من قتل و سبيا وأقسي من أقسي وجرى القضاء لهم بما يرجى له حسن المسوبة إذ كانت الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين فسبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ولم يخلف الله وعده وهو العزيز الحكيم فألا العتائب من أهل بيت محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما گرگ کنا کجا نشستن دارن دعوتتون میکنن فلیب کر با کو و ایام فلیندو نادبو ول مسلم فالجزرف الدموع وليصرخ الصارخون ويزج الزاجون ويأج
حجون باید زجه بزنی فریاد کنی عین الحسن و عین الحسن. أين أبناء الحسين سال بعد سال وصادق بعد صادق أين السبيل بعد السبيل أين الخيارة بعد الخيارة أين الشموس الطالعة أين الأغمار المنيرة أين الأنجم الزاهرة أين أعلام الدين وقواعد آوارای امام زمان. داری دنبال آقاد میگردی صدا بزن عین بقیت الله التي لا تخلو من الاترة الهادية عین المعد لقد دابر الظلم أين المنتظر لإقامة الأمت والإبهاد أين المرتجى لإزالة الجور والعدوان شلام يا دون آقاي كم چشم انتظار جن همه این فتنه ها و این مشکلاتی که راه میندازن برای اینه دارن میبینن ظهور آقامون نزدیک انشاءالله دشمن ها میترسن صهیونیست میترسن چون میدونن این آقام تشریف میآورد ریشه ظلم این نانجیب ها رو می خوشگانم این المرتجا لعزالت الجور والعدوان این المدخر لتجدید الفرائض والسنن أين المتخير لإعادة الملة والشريعة أين المؤمل لإحياء الكتاب ووجوده أين محيي معالم الدين وأهله أين قاسم شوكة المعتدين أين آدم وابنية الشرك والنفاق أين مبيد أهل الفسوق والعصيان والطغيان أين حاسد فروع الغي والشقاء أين طامس آثار الزيغ والأهواء أين قاطع حبائل الكذب والافتراء أين مبيد الوطاة والمردة أين مستأصل أهل العناد والتذليل والإلحاد أين معز أولياء ومذلون
همه صدا بزنن عینم و عزو این جامع الکلمت على التقوى این باب الله الذي ملهو یوتا این وجه الله الذي الیه يتوجه الاولیاء این السبب المتصل بین الارض والسماء أين صاحب يوم الفتح والعاشر راية الهدى أين مؤلف شمل الصلاة والرضا أين الطالب بدخول الأنبياء وأبناء الأنبياء از حرم بی بی جان دل تو روانه کربلا کن فکر کن بین الحرم نشستیم نگاه به پرچم ابی عبدالله پرچم روی گنبد کن بد صدا بزن عین طالب به دم المقتول به کربلا این طالب به دم المقتول به کربلا مادر زهرا دیشب تو حرم اینو میگفته این طالب به دم المقتول به کربلا حسین جان این المنصور على من اعتدى علیه مفدرا این المضطر الذي يجاب اذا دعا امام صادق علیه السلام فرمودن اون روزی که قرار حکم فرج امضا بشه شب تا به صبح مهدی ما کنار خانه خدا فقط همینو میگه اما یجیب المضطر ازادا و یک شب و سو خدایا یعنی ما زنده ایم صدای نازنینشو بشنویم وقتی تکیه به خانه خدا میزنه صدا میزنه الا یا اهل العالم انا بقیت الله آی چشم انتظارا دیگه اومدم برا شماها آقا یه جور دیگه خودشو معرفی میکنم صدا میزنه علا یا اهل العالم میخواید منو بشناسید معرفی میکنم ان جدی الحسن قتلوه عطشانا هم به سر اون آقایی هم که با لب تشنه کربلا کشتن آقا جانم آقا جانم این المضطر الذی یجاب اذا دعا أين صدر الخلائق ذو البر والتقوى أين ابن النبي المصطفى وابن علي المرتضى وابن خديجة الغراب وابن فاطمة الكبرى بأبي
أنت وأمي ونفسي لك البقاء والعماء. يا ابن السادة المقربين، يا ابن النجباء الأكرم، يا ابن الهداة المهديين، يا ابن الخيرة المعذبين، يا ابن القطارفة العنجبين، يا ابن العتائب المتهرين، يا ابن الخضارمة المنتجبين، يا ابن الغماغمة الأكرمين، يا ابن البدور المنيرة، يا ابن السرج المزيئة، يا ابن الشهب الصاغبة، يا ابن الأنجم الزاهرة، يا ابن السبل الواضحة، يا ابن الأعلام اللائحة، يا ابن العلوم الكاملة، يا ابن السنن المشهورة، يا ابن المعالم المأثورة، يا ابن المعجزات الموجودة، يا ابن الدلائل المشهودة، يا ابن الصراط المستقيم، يا ابن النبأ العظيم، يا ابن من هو في أم الكتاب لدى الله علي الحكيم، يا ابن الآيات والبينات، يا ابن الدلائل الظاهرات، يا ابن البراهين الواضحات الباهرات، يا ابن الهجج البالغات، يا ابن النعم السابقات، يا ابن طه والمهجمات، يا ابن ياسين والزاريات، يا ابن التور والعاديات، يا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين او عدنا دنوا واقترابا من العلي الاعلى. ليت شعري أين استقرت بك النبا، ای کاش میدونستیم الان کجا یا کجا. بل ایو ارزن تو قلو که سرا برزوا او غیر امزی تو با. اما اینو اعتقاد داریم هر کجای عالم باشیم یه گوشه یه چشمی به حرم ام جانتون حضرت معصوم سلام الله علیها داری. این زائرها رو امروز داری نگاه میکنی آقا جان. عزیز علینا نار الخلق ولا ترا ولا يا اسمه لك حسيسا ولا نجوا. عزيز علي أن تهيت بك دنيا البلوى ولا ينالك مني زجيج ولا شكوى. هزين جاي دعاء دیگه بعد اجازه میدم قربون صدقه آقاد برین. مگه بر کسی همچین اجازه میدن؟ امام زمانی که امام صادق علیه السلام فرمود اگر درک میکردم زمانش را تمام عمرم و خدمت گذاریشو میکردم. از اینجا با آقا اینطوری حرف میزنی به نفسی قربونت برم دورت بگردم آقا جون.
بنفسي من مغيب لم يخلو منه بنفسي من ناز ما نزع عنه بنفسي أمنية شائخ يتمنى من مؤمن ومؤمنة ذكر فأنه بنفسي من عقيد الذل لا يسام بنفسي من عسيل مجد لا يجار بنفسي من تلاد نعم لا تزار بنفسي من نصيف شرف لا يصاب إلى متى أهار فيك يا مولاي تا كي باید سرگردون باشیم آقا جان و الى متى و ای خطاب عصف و فیك و ای نجوا عزیز علیان اجاب دونك و آقا عزيز علي أن أبكيك ويخذلك الورى عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرى هل من معين فأتيل ماء العبيل والبكاء تازه از اینجا دنبال گریه کن میگردن گریه کنهای واقعی باید خودشونو نشون بدن به حضرت زهرا اگه اینجا خوب بتونی گریه کنی قیامت میتونی با فاطمه گریه کنی همه اعمال تو این دنیا تموم میشه هیچی دیگه اونجا با خودت نمیبری تنها یه چیزی ادامه داره اونم گریه برا ابی عبدالله از کجا میگی حرفو؟ روایت میگه وقتی مادرش وارد محشر میشه صدا میزنه خدایا میخوام پسرمو با همون کیفیتی که کشتن ببینم خطاب میرسه فاطمه جان بگذر از این خواستت دوباره از زهرا تقاضا میکنه دستور میرسه بگید حسینم وارد شد روایت میگه با بدن بی سر وارد محجر از جای رگ رگ ابی عبدالله داره خون تازه میریز صدای صیحه فاطمه بلند میشه اونایی که اینجا تونستن خوب برا حسین گریه کنن با فاطمه گریه میکنن از صدای گریه و سیه از زهرا پیغمبر سیه میزنه ملائکه سیه میزنه همه اهل محشر میگن حسین آخ قربونت برم خودتو نشون دادی به عزت زهرا گفتی بیبی جان اگه یه روزی منعت کردن از گریه کردن هی برا علی شکایت آوردن گفتم بگو فاطمه یا روز گریه کنه یا شب گریه کنه کسی نبود پا به پاد ناله بزنه
امروز تو حرم دخترت پا به پای تو داریم ناله میزنیم، ای صدا میزنیم ای حسین. دیشب تا به صبح تو حرم ابی عبدالله ای به سینه میکوبید این مادر، هی میگفت بنیه قتلو که عطشانا و معارب حلم المعیل الفاتیل ما و لعویل و البکار حلم الجزو الفعصاد جزو ازا خلا. من میخوام بین این گریات چیزی از دانمونده، شالله حسین جانم هم فیض میده، یادیم کنم از شهدای مظلوم حرم حضرت احمد ابن موسی علیهما سلام. هل غذیت عین فسادت عینی علی الغذام، هل الیک یا ابن احمد سبیل فتلقا، هل یتصل یومنا من جابدت فلحظا متا نرد منا الک الربیت فنرد متى لن تدغو متى لن تدغو من عزب مائك فقد طال الصدا متى نغاديك ونرابعك فنغر أينا متى ترانا ونرد وقد نشرت لواء النسر ترى أترانا لوفو بك وأنت تعم الملا وقد ملات الأرض عدلا وأزدت عدائك أبونا ويغهبا وأبرت الوطاة وجادت الأقر وقتلت دابر المتكبرين واشتسست وصول الظالمين ونحن نقول الحمد لله رب العالمين. اللهم أنت كشاف الكرب والبلوى وإليك استعدي فإنك العدوى وأنت رب الآخرة والدنيا فأغث يا غياثا. فأغث يا غياثا مستغيثين عبيدك المبتلى وعري سيده يا شديد القوى وأزل عنه بالعصا والجوى وبرد قليله يا من على العرش استوى ومن إليه الرجاء والمنتهى. اللهم ونحن عبيدك التائبون إلى وليك المذكر بك وبنبيك خلقته لنا عصمة وملاذا وأقمته لنا قواما ومعاذا وجعلته للمؤمنين منا إماما فبلغه منا تحية وسلاما وزدنا بذلك يا رب كراما واجعل مستقره لنا مستقرا ومقاما واتم نعمتك بتقديمك اياه ومؤمنا حتى توردنا جنانك ومرافقة الشهداء من خلصائك. اللهم
صل على محمد وآل محمد، وصل على محمد جده ورسولك السيد الأكبر، وعلى أبيه السيد الأصغر، وجدته الصديقة الكبرى فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله، وعلى من استفيت من آباء البررة، وعلي أفضل وأكمل وأتم وأدوم وأكثر وأوفر وسلك على أحد من أسمائك وخيرتك من خلقك، وصلى عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها. اللهم واغن بالحق وأدز بالباطل وأدل به أوليائك وأذلل به أعدائك، وسل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفه، واجعلنا ممن يأخذ بمجزتهم ويمكث في ظلهم، وإنا على تأدية حقوق إليك والاجتهاد في طاعته واجتناب معصيته، وامنن علينا برضاك وهب لنا رعفة ورحمة ودعاء وخيرا ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك، واجعل صلاتنا به مقبولا وذنوبنا به مغفورا ودعاءنا به مستجابا، واجعل أرزاقنا به مبسوطا وهمومنا به مكفيا وهواجنا به مقضيا، وأقبل علينا بوجهك الكريم واقبل تقربنا إليك، وانظر إلينا نظرة رحيمة نستكمل بالكرامة عندك، ثم لا تصرفها عنا بجودك، واسقنا من عوز جدك صلى الله عليه وآله بكأسه وبيده ريا رويا هنيا سائغا لا زمع بعده. يا ارحم الراحمين مجلس ادامه داره، عزیزانی هم که دارن از گیرنده هاشون میبینن باز برای اونو هم ادامه داره، تا حسین جان فیض بده هر کجا هستی صدای نالت و آزاد کن. یا صاحب الزمان بسم الله الرحمن الرحیم. من چند دقیقه کوتاه مصده میشم، اما خواهش میکنم از همه عزیزانی که اینجا حضور دارن صدای ما رو میشنون، تا الان